لكم اكيد بالتقرير الثاني، بس خلينا نرجع وياك ابو عبد الله. ابو عبد الله طبعا انت اي انت نبي الاسباب انه ليش يعني ليش توجهتوا لمجلس هالمكان هذا؟ يعني شوف لا معنى يعني شوف انا ما دشيت المجلس ما راح لا انا موجود انا بالتجمع المطالب شنو كانت المطالب في اقتحام مجلس الامه؟ لا ما كانت مطالب هي ليش كانت وليده اللحظه وليده اللحظه وليدة اللحظة وليدة اللحظة يعني من غير ما فيها كلام متجمعين بساحة الإرادة مساحة الإرادة وطالعين شدت فحصل الشباب أيوة استفزاز الداخلية يعني هذا مو شيء وليدة اللحظة لا تكرم أنتم ويكرمون الإخوان والمستمعين والمشاهدين لما تقابلني أنا بطلع وتقابلني بأكثر من 40 كلب بوليسي زين وتبي تهدم انا وانا برجع مني قوات خاصه برجع مني قوات خاصه ويدشون مجلس لما يقعدون في كرسي الحين لما يجيني لما يجيني اعضاء مجلس الامه زين ولواء قائد ميداني يقول روح دشوا مجلس الامه يجون اعضاء مجلس الامه يقول تعالوا دشوا بس عفوا عبد الله بس بقول شغله عشان تكون تقتنع وكلنا نقتنع فيها انت لو الشغله هذه مو مدروسه او الشباب اللي هم يعني اقتحموا المكان مو دارسين الوضع هذا انهم يدشون يقعدون شلون من وين يابوا بيالات الشاي والقهوه وقاعدين لا يعني موجوده يعني عفوا يعني لا خلينا نكون واقعيين يعني عفوا ابو عبد الله انا قاعد اطالع انا كمشاهد انا كانسان ابي اطالع اشوف يعني مثلا اللي قاموا بالحراك هذا ودشوا واقتحموا المكان قاعد يشربون شاي وقهوه على المكاتب مو شاي وقهوه لا مطارات ماي مطارات ماي عطشوا علي موجوده بالمجلس موجوده بالمجلس يا رجل عطشوا نواف عطشوا تعبوا من الشباب بوليسيه لان انا اقول شغله شيء يعور القلب يكدر الخاطر ان احنا نبي تجمعات على شيء زين انا شوف لا احنا ما شوف ما نمسك خطا واحد انا اقول لك انا دخول مجلس خطا بس حلو خطأ انا الاعتراف بالحق خطا لا مو خطا زين مو يعني مو خطا خطا انت قلت خطا ولا مو خطا لا انا اقول لك شوف دخول مجلس خطا بس حلو زين انت على راسي متفقين انت بدايه كلامك انت قلت انا مع الحراك الشبابي وفي فرق بين اقتحام ودخول وهم دخلوا ما اقتحموا بس هو خطا خليك يعني كنا يلا هو الحين دخول مجلس خطا زين بس انا ما اقعد امسك شماعه دخول المجلس ومخلي قضايا اهم من دخول المجلس شنو اهم من دخول هذا اللي بنوصله بالضبط اهم طال عمره الاداعات المليونيه سرقه المال العام ما في دليل واثبات عليهم بس انتم التحويلات انتم كل شيء بالتلفزيون ابو عبد الله البلد تنميه ما في تبي تتكلم عن الاداعات المليونيه نتكلم على الاداعات المليونيه نواب في واحد من نواب الدائره الرابعه كل مرة نسمع يصرح ويقول أنا عندي أوراق بالدليل وبالأسامي عن اللي القبيضة أو اللي دخل بحساباتهم إيداعات مليونية تعالوا التجمع تعالوا ساحة الإرادة وأنا راح أوريكم وتعالوا وأنا راح أوريكم الناس وعليه يروحون أساس إنه يوريهم يروحون ما يوريهم ما قال شوف فيصل مسلم أنا ما قلت ما ذكر لا بجيش أنا ما أذكر لا قالت الرابعة فيصل مسلم بالثالثة فيصل مسلم طلع تشيك داخل قاعة عبد الله السالم. ايه. وتشيك اسم المستفيد مو مبين وصاحب التشيك مو مبين، زين؟ ايه. طلع تشيك داخل عبد الله السالم وفق المادة 110 عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من آراء وأفكار ولا يؤاخذ بأي سبب من حتى لو طلع تشيك وسوى حتى لو أنا أقعد تكرمون أنتم يكرمون حتى لو أسب أنا غير مؤاخذ داخل قاعة حصانة مطلقة للنائب داخل القاعة انت عفوا محصن زين محصن كرجل سياسي بس مو محصن ان انت والله تطلع على قاعة وتمثل دولة الكويت شهادة الكويت وتقوم تقل ادبك على الناس اللي قدامك خلاص من القاعة بس برد على اختي تقول عضو بالرابعة يقول لهم تعالوا ووريكم فما بالك عضو داخل قاعة عبد الله السالم زين راح حولوا القضاء وشطبوا ترشيحه ورد عن طريق القضاء زين حولوا له القضاء صح فما بالك بواحد لا يملك حصانه ولا شيء ويطلع شوف القبيضه كلهم معروفين زين رايك فيهم رايك معروفين رايك النواب القبيضه معروفين كل اللي تحولوا النيابه معروفين كل اللي تحولوا لا ابو عبد الله ما عليهم دليل واتهام يعني راحوا يثبت ان هم دخلوا مشتبه فيهم بس اتهم صار بطار الشك زين والله قاعدين نتناقش مو حبيبي قاعدين نتناقش والله ابو عبد الله اعذرني انا ما بقاطعك قاعدين نطلع عن الموضوع الاساسي المفروض حضرتك تتكلم فيه القبيضه شبيحه اقتحام المجلس السوالف هذه والله العظيم خالصين منها في امور ناس او برامج ثانيه مو شبابيه احنا نتكلم بالسياسه وجهه نظر الشباب احنا شيء وايد قاعد نتعمق ممكن مريم عندها بالسياسه تفيدك اكثر احنا ما يمكن انا اخبص بموضوع ما بتكلم عنه فخلينا نتكلم بشكل عام
سالتك من الساعه قلت لك يعني عن مجلس الامه الاسبق، ايش رايك فيه؟ شنو اللي سووا بالبلد؟ شلون هدموا البلد اذا كانوا هادمين البلد؟ ابي وجهه نظرك هذا الموضوع على اساس ابي اوصل معاك على الاجاره وقضيه الاجاره، فاتمنى تجاوبني بطار هذا السؤال. الله يخليك. يعني بالمجلس السابق زين ما قضايا كانت مهمه وتدخل الحكومه بالجلسات بتعطيل الجلسات استجوابات عطلت الحكومه عطلت الامير لوحده صاحب الحق بتعطيل المجلس شهر وفق مرسوم رئيس المجلس السابق ورئيس رؤساء المجلسين زين عطلوا الحياه السياسيه في الكويت 52 يوم 52 يوم مجلس مسكر بدون شيء. يعني صدق الحكومه كانت ضعيفه؟ حكومة؟ اي حكومة انا ما اعتبر. ما تحس ان نواب المعارضة هم اللي كانوا ما يبون يتعاونون مع الحكومة؟ بالعكس انا واحد يبي يتعاون معي واحد يبي يعطيني بيضبطني شلون اعارض انا ما اقدر اعارض. الحين لو حكومة جت قالت يا اهل جهرة يا اهل الكويت انا ابي ابني متحف بالبحر كبير، متحف يمثل تاريخ واثار الكويت، من يبي يقول لا؟ جت الحكومة قالت انا ابي ابني مستشفيات، من يبي يقول لهم لا؟ هذا مستشفى جابر من متى؟ جامعة الارتدادية من متى؟ حكومة راح الغبار قطع على على حجر الرسالة مكانك راوح. فشو مكان الحل وجهة نظرك؟ شنو الحل؟ كله أحلام وردية عشناها الفترة السابقة بداية من شوف جانا وزير بدر حميدي زين أعطانا أحلام عيشنا يعني خلى يعني وصل تعيش بخيالي إي وصلك مرحلة اليوم تملك اليوم ثاني يوم تستلم بيتك والله قالوا مشروع المطلع 750 متر عيال جهره قالوا خلاص ما نبي هالمشاريع هذيك مطلع منطقه زين ليش اللعب بمشاعر الشعب؟ صراحه احنا الشعب الكويتي اللي انا شايفه وايد قاعد يلعبون فينا الحكومه يعني مثلا لو رحنا على سوالف القروض، لو رحنا على سوالف الزيادات، لو رحنا على سوالف القرارات يعني كطلبه كناس عندهم هوايات ليش التأجج بمشاعر الشعب؟ انت الحين شو ابين لك يعني ضعف الحكومه وحكومه بدون قرار انت كحكومه انت تبين تعطين الحكومه ضعيفه ايه تبين تعطين الكادر تبين تعطين كذا لا ماكو ما في كادر ما في زيادات نزلوا النفط بيوم وليله اعطوهم كادرهم صحيح زين المعلمين قالوا لا ما في كادر وما يستحقون وراح نسوي البونص اللي يعمل واللي ما يعمل ومشى من منو؟ الحكومه ما تملك اغلبيه داخل المجلس؟ لا تملك اغلبيه عندها اغلبيه ليش ما سحبت اغلبيه؟ حكومه ضعيفه العالم تنجرف مع الشارع يعني انت تعطي زيادات قاعد تعطي عيالك انا لما اعطي شوف انا شوف كادر المعلمين بالذات زين انا زوجتي مدرسه ولد معهم زين بس والله انا ضد الكادر انا مع البونص اتفق مع المليفي بهالنقطه هذه مع البونص مع المليفي على الاشياء اللي ليش مع البونص اي مع البونص انا اقول لا انا ما اعطي انا الحين معطيهم كادر انا عيالي مدخلهم تقويه اثنين كل واحد 480 الكورس 480 دينار انا راتبي 1100 دينار لما كل كورس ادفع 480 فوق كل هذا يروح يمتحن كورس حق شنو؟ كورس تقويه وين هذا قاعد معاهد خاصه عندنا بالجامعه مدارس خاصه يعني مثلا انا واحد اب يعني رب اسره وشي هذا اسوي امكانياتي وادرس انا شنو اقدر ان انا اعطي مثلا عيالي أو حق عيالي شنو ادرسهم او اسوي لهم وما اضغط على نفسي مثل ما انت قاعد تقول يعني اذا انت مثلا 1100 معاشك فانت ما تجي مثلا والله نص معاشك تخليه حق دراسه تخليه مدخل مدارس حكومه يعني تخيل فانت تدرسهم بالحكومه احسن مما ان انت تتعب لا هذا دور وزاره التربيه يا اخوي عبد الله وزاره التربيه تقوي مناهجها تسوي دورات أخوي يعني حق الناس اللي ما يقدرون يعني شوف بقول لك للامانه يعني شوف ادرسهم اتعب عليهم زين تغويه وساد على ما يطلعون برا يروحون امتحان يقدمون امتحان يجي عندي ولدي عبد الله يقول اول يوم يقول يبا والله جو غششون اي صح يبون يرفعون نسب النجاح زين شنو ذنبي؟ زين لو تخرج وين بيروح؟ ها وين بيروح؟ يعني انا زوجتي مدرسه ولد تقول والله صف خامس ما يعرف يكتب هذا صف خامس ما يعرف يكتب صح انا بثالثه ابتدائي كنت اكتب وسائل بصر اي بس هذا الغلط يرجع على مو كل المدرسين في مدرسين يشتغلون بس البيت انا ما اقط ولدي بالمدرسه ويلا ادرس شو اسمها هي وزاره التربيه والتعليم وزاره التربيه والتعليم اربي واعلم اربي واعلم بس الاهل لهم دور هم ايد يمين وانا ايد شمال ثانيه تعاون ونطلع النشا هذا بس ابو عبد الله الاساس منه
الاساس عمود الفقري البيت. يعني انت الاب لما تمسك ولدك وتشوفه وتتابعه حتى لو تعطيه ساعه من وقتك تعال خلنا راجع لك تعال هذا هني انت تعرف ان ولدك قاعد يدرس قاعد يصج قاعد يخط قاعد يكتب لكن نفس ما انت قلت اذا بالصف الخامس ما قاعد يكتبون ولا هذا اول انا ابوي امي وامي امي ما يقرون ولا يكتبون عبد الله انت ما بيكون كلنا تفوق لازم مدرسين خصوصيين ولا شيء ولا حاجه عبد الله انا بقطع سالفتك وبيك تكمل لي وياي بعد الفاصل هذا خلونا نطلع الفاصل هذا السريع ونرد وياكم ان شاء الله اكيد ردينا معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل حوار وايد شيق مع ابو عبد الله بالاستديو يعني حتى وقت الفاصل ما شاء الله عليه قمه تركيز الله يحفظه ان شاء الله ويخليه لنا وان شاء الله نستفيد منه كثر ما احنا قادرين ابو عبد الله خليني اسالك ابي وجهه نظرك وجهه نظر يعني محافظه الجهره كلها التقسيم الدوائر اللي صارت دوائر الخمس والله التقسيم ظالمه ليش ظالمه حيل ظالمه يعني ما شوفوا كلام معاد يعني معاد مثل الدائرة الرابعة يعني عددها 103,000 الدائرة الثانية ما وصلوا حتى 50,000 أنا أطلع 10 وهم يطلعون لي 10 زين الدائرة الخامسة 110,000 أطلع 10 وهم يطلعوا 10 فوق الظلم هذا أنا لما أجي بالجهرة من أصل 103 عندي 38,000 صوت تخيل 38,000 صوت يصوتون بأربع مدارس 70,000 صوت بالدائرة باقي الدائرة يصوتون ب 18 مدرسة. اوف 18 مدرسة 18 مدرسة واربع مدارس 70,000 واربع مدارس 38,000 ما شاء الله ومنطقة محصورة يعني مو الدائرة الرابع، الدائرة الرابع يخب عليهم زحمة يعني بالمنطقة المنطقة بالاساس هي زحمة حاط لي مدرسة رجال ومدرسة نساء لانك اللي مخليهم كلهم رجال المدرستين اللي بالمنطقه هذه والمنطقه الثانيه نساء طلع في ما يعني انا ليش احطهم بالمدارس هذه؟ طلع انا اوديهم مدارس سعد عبد الله مناطق شوي بعيده افرق العالم ما صح. تصير زحمه بس سنتر كله بالسنتر تقسيمه ظالم للامانه يعني تقسيمتكم بس يعني على توجيه المدارس بس؟ لا لا لا, 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 لا وبالعدد وبالعدد يعني انا 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 انا, أنا كشاب انا طموح زين؟ كل انسان يطمح ان يكون عضو مجلس امه ويخدم ديرته ويخدم اهل صح ديرته ويرد شيء لو قطره الكويت اللي سوته لنا اكيد تستاهل خير زين الحين انت تشوف تقسيمه مو عادله صح؟ لا مو عادله مو عادله زين يعني انا الانتخابات اللي طافت 2009 رقم 11 عندنا بدون ذكر اسم محمد خليفه ذكر اسمه زين جاب 10,700 زين ما حالف الحق بالدائرة الثالثة 5,000 نجح بالدائرة الثانية سوى زسار نجحت بأربعة أربعة وأنا أجيب 11 ما نجح ما في عدالة فالعداء أنا أشوف أن العشر دوائر قصدك أن إذا ما في دائرة واحدة ها لا النظام هذا فاشل تبي العشر دوائر إذا ما في دائرة واحدة أرجع العشر دوائر عشر دوائر حتى بالعشر دوائر توزيعاتهم أنا شفت توزيعتين توزيعة باغر توزيعة مقترحة من الباحث صالح السعيدي المال صالح السعيدي صالح السعيدي على فكرة استنجدوا فيه لجنة البدون صالح الفضالة ما عندهم أرقام رجل فكر مو طبيعي زين بعد الله عن الانتخابات سمعت من فترة بإحدى القنوات زي الكويتية يتكلمون عن شيء بصراحة صدمني احنا معروفين احنا عندنا هني ما شاء الله ديمقراطية بالكويت سايدة ويعني مشهورين فيها بالخليج مع احترامنا حق كل دول الخليج اللي عرفته انه بيجيبون ناس من برا خبرات من برا يتدخلون بانتخاباتنا او بالفرد اللي بالانتخابات بيصير. اذا احنا كنا مثلا خلينا نسميها اذا احنا اساتذه ليش نجيب طلاب يساعدونا؟ مع احترامي انا مو قاصد دوله معينه كلكم حبايبي. هو الهدف الكلام اللي صار و سمعت عنها؟ اي سمعت. حلو. كان طلب كل انسان حر برايه وتصرفاته. ايه لا لا مو تصرفاته راي يقول لك انا الحكومه هذه ما اثق فيها فابي مراقبين خارجين المراقب ما يدش يمر بس يشوف سير انتخابات لا يقدر يشوف لا لا لا, لا 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 ما يدش كمراقب دولي بس صح. زين اي انتخابات بالعكس ما فيها شيء الكويت مراقب بالاتحاد الافريقي صح اليمن بس هالسياسه داخليه واحنا على مفترق طرق يعني وايد يخرع
داري داري بس ما بالعكس شوف 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 ليش اقول لك حكومة تخاف الحكومة تخاف؟ اي تخاف على الشعب شو يسوي؟ لا 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 حكومة تخاف حكومة تخاف انا اقول لا ابي اجيب من برا مراقبين كذا كذا حتى اذا في لعبة